أن الأجواء رائعة هنا، حفل مبهر. أدري قلت لي بعد الحفل أن السكاي دايف ما صار بسبب الأجواء اللي تحدثنا عنها قبل بداية المباراة. فوز، تتويج، فرحة، أجواء غاية في الروعة. التشريف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، أعتقد أجواء مثالية. صحيح جاسم، طبعا نشكر الشيخ محمد مكتوم بن محمد بن راشد على يعني تشريفه وحضوره. وحقيقة مثل ما قلت لك أنا في بداية المباراة أن هاي مباراة احتفالية وليست مباراة تنافسية. الحمد لله الأجواء رائعة، مبروك للكل الأهلاوي، مبروك للجميع الفوز، وإن شاء الله يكتمل الأسبوع القادم بالرباعية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. كل شيء كان ممتاز. أعتقد الناس تحكم، إحنا اشتغلنا والناس تحكم، وأنتوا الإعلاميين في الواجهة وتحكمون على اللي صار. يعطيكم العافية. إن شاء الله. يعطيكم العافية. عبد الله بن سعيد النابود.